والآن أدعو السيد الفريق رئيس الهيئة لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، بمزيج من مشاعر السعادة والفخر أقف بينكم اليوم على ضفاف قناة السويس، أهم ممر ملاحي عالمي والشاهد الحي على ملاحم البطولة التي طالما سطرها المصريون بدمائهم وأرواحهم، ممثلا لهيئة قناة السويس المؤسسة المصرية الشامخة. وعلى مدار أكثر من 151 عاما إسهاماتها الاستراتيجية في خدمة حركة الملاحة والتجارة الدولية، أقف اليوم شامخا وسط أبنائي من رجال هيئة قناة السويس وأبطالها الذين يدرون كافة العمليات التشغيلية واللوجستية في قناة السويس بأعلى كفاءة وفق أحدث النظم. وبحضور شركائنا من الخطوط الملاحية وممثلي ملاك ومشغلي السفينة إيفر جيفن، لأعلن للعالم التوصل إلى اتفاق بشأن أزمة السفينة إيفر جيفن التي تابعتم تطورتها منذ مارس الماضي، إبان جنوحها في قناة السويس وتعطلها حركة الملاحة على مدار 6 أيام، وما نجم عن ذلك من تداعيات امتدت أثرها إلى حركة الملاحة والتجارة العالمية وأسعار النفط والبورصات، بل وتسببت في مشكلات كبيرة لعدد من أهم المواني البحرية العالمية، فضلا بالطبع عما كان له من أثار سلبية على قناة السويس. ولقد كانت الهيئة وكل العاملين بها في اختبار صعب أمام العالم أجمع وسباق مع الزمن لفتح شريان الملاحة، شريان الحياة للعالم. وعقب نجاح أبناء هيئة قناة السويس البواسل عبر عمل مخلص لندؤوب وبدعم من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعويم السفينة وإعادة فتح القناة أمام حركة الملاحة العالمية وبذل أقصى الجهد لتعويض ما حدث من تعطل لمئات السفن، بدأت عملية من نوع آخر هدفها الحفاظ على حقوق قناة السويس جراء ما تحملته من خسائر بسبب توقف الملاحة من جانب، وما قامت به من أعباء جسام نحو إنقاذ السفينة الجانحة من جانب آخر، وما اتخذته من إجراءات لإعادة حركة الملاحة إلى ضعها الطبيعي من جانب ثالث. وإيمانا من هيئة قناة السويس بأهمية التواصل مع شركائنا في الأزمة وتأكيدا على ما تحمله جميع الأطراف من نوايا طيبة، قررت تشكيل لجنة متخصصة تضم أبرز الخبرات في كل ما يتعلق بالأزمة من النواحي القانونية والفنية. كان هدفها الأساسي تحقيق الآتي: أولا، التوصل للإجراء القانوني المناسب والذي يضمن لهيئة قناة السويس تعويض ما تكبدته من خسائر جراء الحادث. ثانيا، ضمان استمرار التعاون والتواصل مع ممثلي الشركة المشغلة للسفينة والشركة المالكة بما ينعكس إيجابيا على علاقة الهيئة بشركائها الاستراتيجيين وثقتهم فيها. ثالثا، الحفاظ على أواصر العلاقات الطيبة التي تربط مصر بالدول التي تتبعها السفينة سواء من حيث العلم أو الملكية، وهي علاقات استراتيجية تحرص عليها مصر كما تحرص عليها الدول المعنية. انطلاقا من هذه المبادئ وتأكيدا على أن لغة الحوار هي السبيل الأمثل للتفاوض الجاد القائم على حرص الطرفين على العلاقات الوثيقة بينهما وتغليب المصلحة العامة، فقد استمرت المباحثات بين اللجنة الممثلة لهيئة قناة السويس وممثلي ملاك السفينة ونادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض على مدار 3 أشهر، حتى تم التوصل إلى الاتفاق الذي يحقق العدالة ويعلي مصلحة الطرفين ويقدم دليلا واضحا على تمسك هيئة قناة السويس بما عرف عنها على مدار تاريخها من حرص على كافة شركائها من مختلف أنحاء العالم مع الحفاظ الكامل على حقوقها. وأنني إذ أعلن التوصل للاتفاق الذي يتيح المجال لإعطاء الأمر باستئناف رحلة السفينة إيفر جيفن منهيا أزمة استمرت لأكثر من 3 أشهر، أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان دعمه المتواصل في جميع مراحل الأزمة هو الدافع الحقيقي وراء كافة الإنجازات التي تحققت سواء في تعويم السفينة أو إزالة أثار تعطل الملاحة أو التوصل للاتفاق الحالي لإنهاء الأزمة. وإلى رجال هيئة قناة السويس البواسل الذين أثبتوا أنهم قادرون على مواجهة كافة التحديات ووصلوا العمل ليلا نهارا من منطلق حرصهم على إعلام مصلحة وطنهم ولم يتوانوا عن بذل كل ما يستطيعون من جهد لإنجاز ملحمة جديدة على ضفاف القناة، الأمر الذي شهد له العالم أجمع. وإلى اللجنة الممثلة لهيئة قناة السويس التي بذل أعضاؤها جهودا حسيسة في عملية تفاوض ماراثونية وصولا إلى الاتفاق الذي يرضي جميع الأطراف. ومن هنا على ضفاف قناة السويس أؤكد للعالم أن هيئة قناة السويس
المؤسسة الشامخة التي تدير الشريان الملاحي الأهم عالميا، سوف تبقى دائما قادرة على تقديم خدماتها بأحدث التقنيات لجميع أنواع السفن بمختلف أجيالها وأنواعها وحمولتها. وستبقى قناة السويس دوما هي الضمانة الحقيقية لانتظام حركة التجارة والاقتصاد والتنمية في مختلف أنحاء العالم، وأن هذا الصرح المصري العتيد سوف يظل حريصا على مواصلة التطور والتحديث بلا توقف. كما أود أن أتقدم في النهاية بالتهنئة لشركائنا في هذه الأزمة، الشركة المالكة للسفينة ونادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض، مقدرا ما قاموا به من جهد وما كانوا حريصين عليه من تفهم لطبيعة الأزمة، الأمر الذي هيأ المناخ الملائم للتوصل إلى هذا الاتفاق. دمتم بخير، ودامت مصرنا عزيزة قادرة على الإسهام في كل ما يحقق الخير لجميع شركائها في أنحاء العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أن أتقدم بهدية تذكارية لرجال شرفاء وطنيين بذلوا جهد دؤوب للوصول لهذا الحل اللي احنا فيه، هذا اللي احنا فيه الآن، وعمل عظيم من أجل الوصول لهذا الاتفاق، وعلى رأسهم الأستاذ خالد أبو بكر المحامي الدولي، والدكتور ربان منتصر السكري الخبير الدولي في مجال النقل البحري، والربان السيد شعيشة خبير التحقيقات الدولية. بكل الاعتزاز والتقدير يتقدم السيد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بدرع الهيئة إلى الأستاذ خالد أبو بكر. رئيس الخبير الدولي في مجال التحقيقات البحرية.